أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولدي إلمام ببعض المسائل الفقهية وبعض مسائل العقيدة، فهل ألقي دروسا مبسطة في بعض المساجد أم لا؟ وما هي الطريقة الصحيحة لهذا الأمر؟ الطريقة الصحيحة أنك تقرأ على الناس في المسجد أو في المجالس، تقرأ عليهم من كتاب موثوق، تقرأ عليهم في رياض الصالحين، تقرأ عليهم في الأربعين النووية مع شرحها جامع العلوم والحكم، تقرأ عليهم كتاب تستفيد أنت وهم يستفيدون. وأما أنك تشرح أو تلقي درسا وأنت غير متمكن، فهذا لا ننصح به، لأنك ربما تقع في خطأ وأنت لم تبلغ الإدراك الذي تستطيع به أن تفهم المسائل العلمية ومسائل العقيدة ومسائل الفقه، فالمقام خطر جدا. ولكن عليك أنك تقرأ عليهم من القرآن، تقرأ عليهم من الأحاديث الصحيحة، تقرأ عليهم من كتب الوعظ الموثوقة، التفسير ابن كثير، هذا في خير كثير لك وللمستمعين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم التأمين؟ وكذلك تحفظهم، من المستحسن تحفظهم المختصرات في العقيدة وفي الفقه والأحاديث، الكتب الحديث المختصرة، تحفظهم إياه، مثل الأربعين النووية تحفظهم إياه وتلقنهم إياه تلقين، هذا شيء طيب. تحفظهم شروط الصلاة، نواقض الوضوء، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، تحفظهم هذه الأشياء، هذا شيء طيب. تحفظهم إياها تسألهم عنها. هذه طريقة أهل هذه البلاد إلى عهد قريب، يلقنون جماعات المساجد ثلاثة الأصول ويلقنونهم شروط الصلاة، يسمون هذا الدين، تعليمهم الدين، كانوا يلقنونهم ويحفظونهم هذه الأشياء، يحفظونهم إياها ثم يطلبون منهم قراءتها ليتأكدوا من أنهم حفظوها. نعم.